انتوا طلبه مش عارفين ان التجمع غلط؟ ده فين المادة بس بقى يعني؟ احنا خايفين عليكم في النهاية. احنا خايفين عليكم. التجمع ده يا بابا، التجمع ده في أوضة قد كده أهو، ده خطر على صحتك. يعني أنا حتى دلوقتي خطر أكلمكم. ما حدش، أنتوا مش شايفين الدولة عاملة إزاي؟ احنا مش بتساعدونا؟ والدولة بتحبكم؟ والدولة بتعمل كل ده وبتعلمك عشان خايف عليك؟ انتوا بتعملوا كده ليه في نفسيكوا؟ في مخاطر؟ انتوا كده بتسببوا انتشار الوباء؟ الوباء بينتشر. تعليمين ومتابعة وجيت وعارفين ان عملنا ايه بالعلم النهارده؟ عملنا ايه بالعلم؟ اللي البلد خايف عليك دلوقتي وبتحبك وانت بتعاند في صحتك؟ هتخش بيتك ازاي دلوقتي مع والدتك ووالدك واخوانك؟ ما انت المفروض تكون حامل الفيروس دلوقتي وتعيله وفي الاخر تحمل الدوله كل حاجه. انت السبب يا بابا. الكلام ده لصالحك انت، احنا بنحبكم، انتوا مسؤولين والبلد خايف عليكم من اول سياده الريس لغايه اخر مسؤول خايف عليك. بنقول لك لو سمحت بقى لو سمحت لو سمحت لو سمحت اقعد في بيتك، التابلت معاك اقعد في بيتك. يعني انا مش عارف يعني انتوا مستنيين ايه؟ والمجرم المجرم ده صاحب السنتر ده هيتحاسب لان ده عدو، عدو ليك. ازاي بيديك علم وهو عدو للدوله؟ الله ما ينفعش يا اولاد الكلام ده غلط يا بابا. انتوا مش متحملين قد ايه المسؤوليه؟